وغنمشيو مباشره نرحبوا بالاستاذ محمد احلمي اخصائي في التغذيه. صباح الصحه والسلامه استاذي. اهلا وسهلا. اذا نعاودوا نتواصلوا مع استاذ محمد احلمي. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، وانا شخصيا كنشوفه بانه مهم بزاف لانه كرتكب واحد الخطا كبير في حق الصحه ديالنا بارتكابنا لهذا التصرف هذا. اذا غادي نرجعوا مباشره ونرحبوا باستاذي. صباح الصحه والسلامه استاذي. تحيه ليك اختي سكينه، وتحيه لفريق العمل، وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. احوال طيبه على خير، بارك الله فيك. شكرا أستاذي. يلا دابا كنت كنقول للمستمعين بأن هذا التصرف اللي غنتكلموا عليه اليوم هو تصرف خطير بزاف على الصحة، وما كناش كنعرفوا التبعيات ديالو، واللي أكيد أنه كيدير مشاكل كبيرة على مستوى الهضم، أيضا على الزيادة في الوزن، بزاف ديال المشاكل اللي كتبان بسبب هذا التصرف هذا اللي بالنسبة لنا كنقولوا راه عادي ما فيها باس، ومرة مرة ماشي مشكل. رغم أنه اليوم ما عرفتش رأيك في هاد الآلات اللي ولات ديال القلي بدون زيت، أو في الفران، أو واش أقل ضررا واش أحسن، ولا تقدر تكون أكثر من أننا نقليو في الزيت بطبيعة الحال. كنعرفوا بأن المقلية صعب علينا أنهم يتهضموا بطريقة سليمة وسلسة وسريعة، ولكن للأسف بزاف ديال الناس كيقولك إلا ما قليتش ما كنحش براسي كليت. نعم، هو فعلا اختي سكينه، بالمناسبه هو الحلقه ديال اليوم هي امتداد الحلقات ديال سلسله حلقات اللي بديناها، واللي هضرنا على حمض المعده، وهضرنا على المشكل ديال الصمام ديال ار جي او الغوفلو غاسترو اوزوفاجيان او الارتجاع المريئي. اليوم ان شاء الله نهضروا على صحه المعده، لكن بواحد يعني طريقه اخرى، هو الحديث عن بعض التصرفات اللي وبعض العادات هي عادات داخلة ولم يشهدها التاريخ، باش نكونوا متفقين على هذه المسألة هذه، وألا وهي القلي. فاليوم إن شاء الله كنهضروا على استمرار سلسلة ديال المعدة بيت الداء، فعالم القلي وصحة المعدة، هذا هو العنوان ديال اليوم. أول حاجة تعريف ديال القلي، باش نضبطوا المصطلحات، لأن بعض الناس كيقولوا بعض الأمور ما كردولهاش البال، في حين أننا إلا تفكرنا فيها مزيان وتمعنا فيها، وهادشي كيطلب تغذيه مزيانه، باش نفكروا مزيان كيطلب تغذيه مزيانه، باش نلقاو حلول للناس كيطلب تغذيه مزيانه، باش نكون انا في شي موقع مسؤوليه ونلقى حل للناس انا براسي خصني ناكل مزيان، وبالتالي التغذيه الجيده كترفع الحضارات، التغذيه غير جيده كتهبط بالحضارات. هاد الامور اللي كنلاحظوا في العالم دابا فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي وهاد الامور هذه، ربما يعني يعزى الامر الى مشاكل في التغذيه اللي كتعطينا بعض السلوكات اما عدوانيه اما شاده اما بزاف ديال الامور. عالم القلي وصحه المعده، اولا نتفقوا على واحد النقطه، وهنا غادي ننطلق من المساله ديال الاواني اللي كنقليو فيها بدون زيت. ملي كنقولوا يعني في الاشهارات، انا ماشي ضد شي حاجه ولا مع شي حاجه، انا كنحاولوا نضبطوا بعدا غير المصطلح. مي كنقولوا مزمن، شنو هي مزمن؟ مي كنقولوا مرض وراثي، شنو هي مرض وراثي؟ مي كنقولوا مثلا اونتي بيوتيك، مش عارفنا شنو هي لو تيرم، هذا لو تيرم. مي كنقولوا التعايش مع المرض، هذه المصطلحات هذه كامله على الاقل، اللغه. مي كنقولوا مثلا الصيام المتقطع، هذا في اللغه العربيه لا يجوز اننا نقولوا هذا الشيء، هذا يعني خصنا نعرفوا المعنى ديالو. واخا هكا عاوتاني بعض الناس كيجيونا بعض الاشهارات، انا قلت ماشي ضد هذا الشيء هذا، بالعكس انا تكون شي حاجه جوده انا الاول نشريها. واخا القلي بدون زيت او القلي في الماء، هذه المساله ديال القلي بدون زيت لا توجد في اللغه العربيه. علاش؟ لان القلي من شروطه وجود الزيت. اذا انت ملي غتقول لي غتجيب لي واحد الاواني، قول لي الطبخ، اواني الطبخ على الاقل بعدا غنقبلهم. مي حنا ما كنقولوش القلي في اواني بدون زيت، حيت القلي باغ ديفينيسيون في الطبيعه الكيميائيه في الماده هو خروج الماء ودخول الزيت. انت ملي كتسمع هذاك الصوت ديالها كيخرج الماء H2O كيدخل الزيت، لانه ما كيتحاملوش بجوج، ما كيتحاملوش. ف اليوم ان شاء الله ما غنهضرش انا على، لان كاينه حلقه خاصه على الزيوت، ونعطيكم دابا الخلاصه ديالها. زيت الزيتون اللي خصها تكون عندك في الدار. مي اليوم غنهضروا على ظاهره القلي. بالمناسبه باش نصحح هاد الفكره هذه ونعطي بعض الامور اللي خصنا نرجعوها ونرجعوا للصواب.
دابا كنلقاو بعض التحضيرات في الثقافه الغذائيه المغربيه مثلا افترضوا فيها مثلا اللوز، كيبقى مثلا اللحم كيزيدوا الناس بزاف الامور كيزيدوا اللوز، الناس كيصوبوا مثلا الصفوف ولا الزميطه ولا كل واحد شنو كيسميها ولا سلو من غير رمضان كيقليو اللوز. في قديم الزمان اللوز ما كانش كيتقلى لسبب واحد، حيت كان الاستعمال ديال زيت الزيتون استعمالات مع المرق فقط، كاش القلي تماما حيت ما كانش شي حاجه من غير زيت الزيتون وزيت الارغان بيان سور. هادو الزيوت من بعد غنهضر على الزيوت باستفاضه، غادي نرجعوا وغنهضروا على الزيوت بالتفصيل باش غنهضر لكم على الاوميغا 3 والاوميغا 6 باش تعرفوا الخطوره اللي حنا كنعيشوا فيها. اليوم غنهضروا على ظاهره القلي، كيفاش جات ظاهره القلي. ظاهره القلي جات التاريخ ديالها اننا كانوا بعد كيتسموا لي زولياجينو. شنو هما لي زولياجينو؟ هما بعد الاغذيه ذات الطبيعه الدهنيه، مثلا الزريعه اللي كناكلوها كاملين داك الكحله تورنوسول، لا مثلا بعض الحبوب اللي فيها الزيت. ارا شنو غنديروا حنا باش نستهلكوا كم ماده كماده وناخذوها بالالياف ديالها وناخذوها بالامور ديالها كامله؟ عشقنا سكون ابل لو غافيناج، التكرير. ولات البشريه من بعد الحرب العالميه الثانيه عشقات ومشات كنتبعوا التصنيع، في حين ان علم التغذيه خصو يتبع علماء التغذيه، وعالم التغذيه كيجي قبل لو شيف. يعني لو شيف اما خصو يكون عنده ان باجاج توسكيي يعني ايجيان دو سونتي، خصو يقراها. بالنسبه لي انا هذا ذكي جدا ملي كتلقى ان شيف قاري علم التغذيه، او لا يشتغل بمعلومات صحيه. رحنا في 2023، راه كفانا من ملي كتلقى شاف كيقول لك انا الا ما قليتوش ما غيجيش بنين. الناس والاستهلاك ديالنا والطبيعه الاستهلاك ديالنا والتقليد ديالنا في الطبخ، حتى الا قلنا احنا في المغرب اي امراه، والمغاربه كلهم يكونوا متفقين معايا، اي امراه في المنزل ديالها هي شاف واللي شايفانيت. فبالنسبه لي انا الصحه ديالنا خصنا نتبعوا علم التغذيه، ماشي شركه التصنيع وماشي بعض الامور اللي تعطى في بعض القنوات. الا بغينا الجره تسلم، حنا لا، اي واحد بغى يدير شي تخليطه كندخلوك خلط هذه مع هذه وهذه مع هذه، ومثلث برمودا اللي هو ما هو حلو ما هو دهني ما هو مالح، لنا ولا تخصص سميتو المالح والحلو استسمح. هذه شحال كنا كنهضروا على معلقه واخا يعني ما صالحاش، ولكن هي باش نشوفوا التطور السلبي الرجوع للوراء. كنا كنديروا معلقه ديال المحلي، معلقه ديال الزيت، ومعلقه ديال الزبده، ولينا كنهضروا على كاس، دابا ولينا كنهضروا على زلافه. هذا شيء يعني شيء يندب له الجميل، ولا والاجيال نهار غتصحى غادي نكونوا حنا سخريه صراحه في نظامنا الغذائي. باش نكون معكم صريح، انا كنعطي تقييم الحاله ديال النظام الغذائي العالمي كيفاش غادي. علاش؟ باش داكشي اللي غيتنكل في واحد الولايه يتنكل في المغرب وفي جيبوتي وفي جنوب افريقيا، هذا لا يعقل. القلي ظاهره جات من بعد الحرب العالميه، تكرير الزيوت. عرفتوا الزيوت لما كتكرر شنو درجه الحراره اللي كتعرض لها؟ درجه الحراره تكرير الملح راه كيفوت 400 درجه، تكرير الزيت كذلك، تكرير العديد، تكرير الغافيناج. الصناعه ولات كتعشق الغافيناج، لان في العديد من الامور الماده الاساسيه رخيصه والارباح هائله وطائله و و و و القلي ظاهره اللي ما كانتش في الامس القريب. جدودنا ما كانوش كيعرفوا القلي استسمح. يقول لك بعض الناس لا كيقليو السلفله ويقليو الدنجال، لا هذاك الشيء يلا البارح، مي القلي ما كانش، ما كانوا يقليو لا شفنج لا فلفله، لان الناس يسحبوا الشفنج راه في ثقافتنا، والقلي ديال الدنجال ديال الصيف ولا ديال الفلفله في ثقافتنا، لا
كنا كنشويو الدنجال كان كي مي كطيب المراه البدويه كطيب في الفران الخبز وتسالي هذاك الرماد كترمي فيه الفلفله وكترمي فيه الدنجال وترمي فيه بطاطا حلوه وترمي فيه مطيشه وتجبدهم وتصوب بهم زعلوك. هكا كانوا الناس. مي حنا من بعد الحرب العالميه بعض الامور كيصحابنا بلي راه نعم انا مغربي واشجع وانا من الناس اللي ادافع بيدي وبرجلي على الثقافه المغربيه، مي كاين فيها بعض الامور اللي يجب مراجعتها لان دخلت كشوائب. القلي ماشي ثقافه على الاقل، ماشي ثقافه 27 قرن ديال الطبخ. نقدروا نجيبوا شي حاجه بنينه بلا قلي. القلي ظاهره جات من بعد الثوره الصناعيه. القلي باب مفتوح للامراض. القلي حجز مجاني للامراض. القلي تذكره مجانيه للصفوف الاولى للمرض. لا يهم اي زيت ولو زيت البلديه. باش نكونوا صراحة. سؤالي انا ولا فائده اي واحد كلا شي حاجه مقليه، اعطيني غير شنو استفدتي؟ متعه قصيره مي كتحط الاكل في فمك اصلا ما كنطولوش كنسرطوه سهلات العمليه الاراديه، شنو استفدتي؟ الطبيعه الكيميائيه ديال القلي باش هكا نصحوا هذه المساله اللي بزاف الناس كيقولوها اواني القلي بدون زيت. قلت لكم انا قبيله في اللغه العربيه لا توجد. القلي باغ ديفينيسيون وفي الكيمياء في علم الكيمياء القلي هو استعمال الزيت، استعمال ماده دهنيه سواء كان الزيت سواء كان الزبده سواء كان ماده دهنيه، هذا يسمى بالقلي. فالطبيعه الكيميائيه وبعد رفع درجه حراره الماده الدهنيه كترمي فيها الماده الغذائيه لان فيها ماء، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اي ماده غذائيه كان دنجال كان اي حاجه كان مثلا عجينه كان مثلا سفنج كان مثلا دجاج كان هذه فيها ماء مي كتحطوا في الزيت الطبيعه الكيميائيه هذاك الصوت اللي كنسمعوا هو عباره عندك لو شوك تيرميك اللي يسمح بدخول الزيت ويسمح بخروج الماء اللي كيتبخر. شوفوا كيتبخر. انا غنرجع ونهضر لكم على الزيوت باش نهضروا على نقطه التبخر ديال كل زيوت باش تعرفوا الخطوره ديال هاد الامور هذه. هاد الشيء هاد القلي هذا يكون مواد اللي كيتسموا دي نيو برودوي. شنو هما لي نيو برودوي؟ هو مي كتبان لك شي حاجه محمره مي كتبان لك شي حاجه مقرمله شنو هما هادو؟ سو سون دي غليكوتوكسين. عرفتي شنو هما لي غليكوتوكسين؟ راه انت ملي كيكون ديابيتيك وتمشي عند المختص كيقول لك جيب لي ليموغلوبين غليكي. شنو هي ليموغلوبين غليكي؟ هي الكريات الحمراء محمرة. ملي كتوصل عندك حتى 9 وتوصل عندك 12 كارثة. إذا سون دي غليكوتوكسين منهم لي زاكريلاميد. لي زاكريلاميد هما داك اللون مذهب اللي كيكون في البطاطا. اللي كيكون في لي شيبس اكثر من هكا كيتكونوا دي نيو برودوي سبحان الله اللي ما كاينينش في الطبيعه كاينين غير عند الافاعي بعض انواع الدهون اللي كاينه غير عند الافاعي ما هي حنا ما عندناش في الاكل ديالنا كيتسموا ترونس كيتكونوا بيروكسيدات. انت غير قلي شي حاجه وخلي دارك مسدوده وشوف داك الدخاخن اللي طالعه وداك داك الجو كيفاش كتعكر لك الجو هذاك القلي. انا ما غنقولش انا الزيت اللي كتقلى فيها 4-5 د المرات هادشي ما كنهضرش عليه كنهضر على القلي بصفه عامه، اما هذه كارثه لا حول ولا قوه الا بالله. القلي كيميائيا هو تشويه حقيقي وغير مسبوق لمعالم الغذاء. القلي هو تشويه حقيقي لمعالم الغذاء. ما قليت انا واحد الحاجه مثلا ناخذوا السردين. إلا قليت أنا السردين باغدون إلا شديت السردين وشويتو كيدخل للمعدة ساهل في الهضم كياخد لي واحد ساعة ولا ساعة ونص حتى ساعتين الجسم كيعرفو المعدة كتهضمو بسلاسة البيلور كيتفتح استفدنا منه بون ابيتي. في حين أن إلا خدينا شي حاجة مقلية كتدخل للجسم الترونس لي غليكوتوكسين لي زاكريلاميد البيروكسيدات كتدخل للمعده المعده كتلف جات شي حاجه غريبه شي حاجه ما كايناش هاد السيد شنو كلا البيلور ما كيتحلش المعده كتبقى تخبط حمض الاس ال يستنزف
يستنزف كل العصارات ديال المعده. لو سيجور كيتسمى لو سيجور غاستريك، الاقامه ديال هذا الغذاء كتكون طويله بزاف ومكلفه، اقامه مكلفه في المعده كيتسمى لو سيجور غاستريك. من بعد 7 سوايع عاد كيقدر داك البيلور في نقاشات فيزيولوجيه انه يتفتح، يرهق الكبد، هادشي هذا يرهق الكبد، يرهق المراره، يرهق هرمون سي سي كالكوليسيستوكينين، يرهق الامعاء، يرهق الليباز ديال البنكرياس، يرهق حمض الكلوريدريك ديال المعده. وعلاش هادشي كامل؟ باش نتمتع انا 4 ثواني في انني ناخذ هذاك الشيء مقلي. السؤال المطروح واللي من حقنا نطرحوه واللي الناس من حقهم يطرحوه خصنا نجاوبوا عليه، هو علاش هادشي بنين؟ ناس كيقول لك وي داكشي اللي مقلي بنين، نعم انا متفق معكم داكشي اللي مقلي بنين، ولكن هذيك البنه سي لانتربريتاسيون ديالك. بحال واحد كيكمي السيجاره كتعجبو، هذا ماشي هو دار واحد لانتربريتاسيون عجبتو السيجاره. ملي الا سولتيني غنقول لك انا شفت شي واحد كيكمي نبعد عليه انا بكيلومتر، لان كتبقى وجهه نظر ديالو. زائد بالنسبه للناس اللي كيقولوا هادشي بنين، ماشي كنقلل انا من الحداقه ديال الناس، ولكن كتكون قله الاجتهادات، وغالبا الناس كيكونوا ولفوا غير بالمالح والحلو. شي لو ولفتوا بالمالح والحلو ما غتبقى تعجبكم بقوله، ما غيبقى يعجبكم زعلوك، ما غيبقى يعجبكم. واش كاين شي بنه بحال الثقافه الغذائيه المغربيه؟ كاين شي بنه بحال الرفيسه؟ تحدى شي واحد انا يقول لي شي بنه بحال عاد شيشه هي الاخره. حنا عندنا اسهل وجبه نحضروها في المغرب هي الشيشه، ما كاينش شي واحد في العالم تحطها له ما ياكلهاش. والدليل هما الاطفال، الاطفال يقدر ما يمشيش معاك كاع في شي حوايج والشيشه ياخذها. باش نعم باش نقول انا هذه نعم بنين، ولكن هذاك البنه بحال البنه ديال واحد مثلا كياخذ السيجاره ماشي معناتها انها بنينه اننا نتبعوا حتى حنا عاوتاني، ولا واحد شرف الله قدركم كياخذ الخمر ماشي معناها ان هذه الامور. كاين بعض الامور اللي كيكون فيها بعض الاوهام، وعاد الانسان كيكون ما عنده ذاك الحرمان ديال انه يوجد شي حاجه جميله في الدار. ما كاينش فوق كوكب الارض شي طبخ بنين بحال الطبخ المغربي الاصيل اللي خصو يتصفى وخصو يتحيدوا منه الشوائب وخصو يولي خاضع ماشي غير للكوزينه، خصها تكون الكوزينه الصحيه بين قوسين. انما كنلقاش شي مصطلح من غير هذا الصحي كنضطر انني نستعمله، في حين انني لم اعد استعمل كلمه طبيعي وصحي ومحضر في المنزل وبيو. هاد المصطلحات هادوما انا تخليت عليهم في المنجد مالوغوزمون، علاش؟ لان تم استعمالهم في غير محلهم. لا صحي واحد يوجد لك قنبله غذائيه ويقول لك هذه صحيه، خا هاد لي نيو برودوي هاد الامور هادي كامله، لان هاد الشيء لو ما كانش بنين لما استمرت هذه التقنيه. دونك انها استمرت هذه التقنيه الا وراه بنين. مي هذه البنه هذه كونوا متاكدين اخوتي بلي عندها ثمن، والله الا عندها ثمن. انا دابا قبيله هضرنا على ذاك الحوت اللي مشوي كنقولوا بون ابيتي، مي تشوف شي واحد كيقلي قول له بون شونس، من حقك انك تقول له بون شونس. علاش؟ لان لو نعرفوا ذاك الشيء فين كيأديو، وتعرف الاستغاثة اللي كتقوم بها المعدة والأعضاء ديالنا، والله ما نقربوا داك الشيء ولا نشموا حتى بالرائحة، ولا بالرائحة ولا حتى بالرائحة. هاد الشيء كنهضر أنا على القلي العادي في الزيت في الدار ديالك، فما بالك في بعض المطاعم، ماشي كل شيء، في بعض المطاعم اللي الزيت كيقلي فيها سيمانة. خصكم تعرفوا بعض الزيوت كيفاش كتصاوب، كتخرج باللي سولفون، كتخرج بالهيكزان، ما كتخرجش بالضغط، فيها محاليل. سيرو بحثوا غير على الهيكزان كتيرم سيانتيفيك، وبحثوا على جوج مضافات سميتهم البي اش ا والبي اش تي، ويوضع في انيه بلاستيكيه، في حين ان البلاستيك يتفاعل مع الماده الدهنيه والماده اللي هي سخونه دافيه والماده الحامضيه. وبحثوا انتم غير في البي اش ا والبي اش تي ديكلاري كونسيريجين لي زونتي اوكسيجين. هذوما هادشي راه جاي ان شاء الله في الحلقه ديال الزيوت، من يوم كنهضر على القلي. القلي قلت انا باب، نعاود نقولها نقطه اخيره، باب مفتوح للامراض، حجز مجاني للامراض، تذكره مجانيه للصفوف الاولى في الامراض، هذا القلي. اللهم اني بلغت اللهم فشل. كاين بعض الناس غيقول لك شنو البديل؟ هاد شنو البديل؟ فران ما قال عيب،
لا قبل قبل بعدا شو انا اختي سكينه، انا ابن رجل تعليم وعلمني الوالد ديالي انني ندقق في اللغه العربيه، واخا انا لست مختص في اللغه العربيه، افتخر باللغه العربيه وكتعجبني اللغه العربيه وكتعجبني الكتابات وكتعجبني التدوين، ولكن ما غنهضرش كمختص، غنهضر كواحد عاشق ابن رجل تعليم، كيعجبني ندقق انا في اللغه العربيه. كيفاش كنقولوا وشنا هو البديل؟ حنا اصلا في البديل خصنا نقولوا شنا هو الاصل بعدا، شحال من واحد قبل ما نجاوبوا خصنا ندقوا بعدا في المصطلحات، ما نبقاوش نقولوا مصطلحات يمينا وشمالا. مي غتقولي انت التعاون راه ماشي هو التكافل، دماغنا حنا كي كيفكر راه التعاون ماشي هو التكافل، راه السنه ماشي هي العام، راه الصوم ماشي هو الصيام، راه الزمن ماشي هو الزمان. فهذا التدقيق كيضيع علينا فهم بزاف الامور. فبالنسبه لي انا ما كنقولوش شنو هو البديل، كنقولوا شنو هو الاصل. الاصل كما قلتي اختي سكينه هو الفران، غا هادي شحال كان ما يهمناش لا تكنيك، كيهمنا المبدا، هادي شحال كان كيسخن بالحطب دابا ولا كيسخن بالضو، مي الفائده هي نفسها. طر دابا يا دابا في الايام ديال الصيف علاش ما نقدروش نشويو الفلفله والدنجال في الفران؟ ممكن ان نشويو، ممكن اللاطا ممكن ان نشويو في الفران، فكنرجعوا للاصل. وهذا الرجوع للاصل سي فري، لان احنا توغلنا بزاف الاخطاء، وبعد الناس كتجيهم صعيبه انه يرجعوا. مي انا كنقول الصعوبه لان كتبغيو ترجعوا في دقه واحده، رجعوا شويه بشويه. اول حاجه اقتنع وافتخر وعرف راسك مغربي، وعرف راسك بلي هذه ثقافتك، وكترجع لا نوستالجي، وكترجع النوستالجيا، ونحيدوا من التبذير، ونحيدوا من الضياع. نعطيك نقطة أخيرة أختي سكينة، سي فغي أنا مواطن مغربي كنعيش مشكل ارتفاع الأسعار، أنا براسي أعاني منها. أنا مواطن مغربي، ما يمشي ولقى واحد الغذاء كان داير 4 درهم ولا داير 40 درهم. مي أنا غنطرح واحد السؤال، وهذا السؤال أنا يعني حنا كنهضروا كعائلة، هذا السؤال هنا حيرني. في بعض الدول في العالم عندهم الغلاء حيت ما عندهمش لا ديسبونيبيليتي، ما احنا دخل للسوق بلا ما تفكر بلي راه كاين الغلا، غتلقى البسباس، غتلقى خزو، غتلقى اللفت، غتلقى الخرشف، غتلقى القوقع، غتلقى كل شيء، واحد الوفره رهيبه جدا. وهذه بعدا على الاقل نقطه الضوء، علاش الثمن طالع؟ هذا السؤال انا كنطرحه، اتمنى من المختصين ديال علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم يجاوبونا. سؤال كلنا كنطرحوه اوستي، كنطرحوه اختي سكينه، انت عندك لا ديسبونيبيليتي. انا كندخل للسوق كنلقى كلشي، كنلقى كلشي، ولكن كلشي غالي، كلشي شاعله. علاش عندنا لا ديسبونيبيليتي؟ اه وي، دونك هنا خصنا نفكروا في الادخار، ونفكروا في الوساطه، ونفكروا في هذه، ونفكروا في هذه الامور. كنظن انا راه بدات هذه النقاشات جميل، اننا كنشوفوا هذه النقاشات هذه من المغاربه. الله يعطيكم الخير، هذا نداء مني انا شخصيا، الناس اللي كيحبونا والناس اللي كيتبعونا، راه ترتيب البيت الداخلي يتم بهدوء، رتبوا بيتنا الداخلي لكن بهدوء. راه الماكلة عندنا موجودة، راه الأغذية عندنا موجودة، لكن الله يعطيكم الخير نحافظوا على الهدوء ديالنا. وشوف وتوصيل المعلومة راه بعض المرة طريقة إيصال المعلومة أهم من المعلومة. راه تجيب واحد يعود لك نكتة ما يضحككش، جيب واحد مراكشي يعاود لك نكته يضحكك. علاش؟ لان المراكشيين عندهم تقنيات ايصال الرساله الفكاهيه. هكاك عاوتاني خصنا تكون عندنا تقنيه ايصال الرساله العلميه. شحال من معلومات تحوس لها، ما حنا ناس عارفينهم، ولكن كنحاولوا نوصلهم في قالب اللي هو فيه الامل، فيه الغد الجميل، فيه هادشي. علاش عافاكم غارديو، الفو غاردي هاد لا تكنيك، حافظوا على اننا نهضروا مع الناس ونتعاملوا مع الناس ونوصلهم في هذه المسائل ديال هذا الغلاء وهادشي في قالب من الهدوء ومن واحد الوسط ملائم، انني نوصل واحد المعلومه. تصور دابا انا كنوصل وكندير مسحه وسلامه وهنا ومعصبين وهادي، لا لا لا، يفوغاردي هذاك الهدوء ديالنا، وذاك الهدوء هو اللي كيخلي لا سانكرونيزاسيون ديال لي زوند، لان راه كلنا طاقه. شفتي فيديو، سمعتي اوديو، سمعتي برنامج الصحه والسلامه، سمعتي الاخت سكينه، سمعتي الحليمي، راه سون دي زوند، دي زوند يعني موجات، موجات اللي خاصهم يتسانكرونيزاو، والانسان كتوصل كتشرع. نتمنى ان الرساله تكون وصلت. وانا قلت لكم ترتيب البيت الداخلي
يجب ان يتم في هدوء. حنا رحنا عائله، المغرب اعتبروا راسنا عائله، الخوت بيناتهم كيناقشوا لا هذه الميزانيه، هذا غالي، وواحد الحاجه عافاكم، تخلوا على الكماليات وخليونا في الاساسيات، حيت راه انا الاوان الا غنخرجوا شي حاجه دابا نستافدوا منها. بحال كورونا، شنو فهمنا من كورونا؟ فهمنا اهميه الاسره، اهميه العائله، اهميه نعمه الخروج لبرا، نعمه الغذاء، نعمه الصحه، فوق كل شيء بورصه الصحه. الصحه كانت من جات كورونا طلعت الصحه في البورصه، هي الاولى في البورصه. حتى دابا عاوتاني دابا هادشي هذا، نعم نعيش ما خاب، ولكن خصنا نعرفوا باللي انا شخصيا كمحمد احريمي منذ زمن والله اختي سكينه ما تحيت حتى تخليت على جميع العقد، وغتحسوا بواحد الراحه ما تصورش. شنو هي هاد العقد؟ منها الكماليات، شد انا ورقه ونحط انا هذه واش كماليات ولا اساسيات، وكهضر على علم التغذيه. وفي التغذيه، في التغذيه بزاف ديال الناس عندهم 99% من الغذاء اللي عنده فوق الطبله من الكماليات. ملي كنقول انا من الكماليات يعني من جسمك ما محتاجوش، انت خصك تاكل باش تغذى، ماشي تاكل باش تاكل. ملي كتاكل باش تغذى كتوكل الخليه، ملي كتاكل غير باش تعمر كتوكل هذاك اللي كتشري من عنده. مرحبا. وحنا اكيد استاذين مازال موسم مازال مستمرين معك، ولا سمحتي نمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير ونرجعوا نستقبلوا اسئله المستمعين. خليكم معنا ما تمشيو فين، فاصل وراجعين. نبداو على بركه الله بلاله فاطمه من اكادير. صباح الخير لاله فاطمه، مرحبا بك لاله فاطمه. صباح النور. كل ليله كي دايره بخير. الله يطول عمرك لاله، بارك الله فيك. قلت نهضر مع الدكتور الله يرحمه والدي. مرحبا، تفضل استاذ. مرحبا. ملي نقول لك غير انايا عندي السكر. هي كديري الكينات ولا كديري الانسولين الشريفه؟ لا كديري الكينات ولا الانسولين؟ كينات. ها شنو المشكل عندك؟ السكر عندك مقاد؟ كان ضال عليا شويه السكر، ودروك انا دايره الريجيم ونقصت من هذاك الكينه، نقصت وندير لهذاك الزراعه. لا اسمح لي اسمح لي عافاك، الكينات مين قصتيهم؟ واش انت اللي قصتيهم ولا ولا الطبيبه ديالك ولا الطبيب؟ كيتيح ليا السكر، كيتيح ليا السكر، كنقص بوحدي. واخا واخا، دابا انت عندك نعم هذاك الزراد علي ناكلو، لو كان صاف الماء ديال الزيتون اش مغا يضرني في الكلى على. لا لا عافاك، لا بلاتي قبل ما نمشيو لها بعدا نتفقوا على واحد النقطه. شحال الوزن ديالك؟ عندي هذا 93. 93 واخا. انا نوجهك واحد النقطه اساسيه بغيك تكوني عارفاها، واخا انا نجاوبك ان شاء الله بي. مرحبا. واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا تفضل. شوف اختي سكينه، هذه المساله ديال بعض الوصفات وبعض، شوف راه الزرار نديروها في الخبز، ورق الزيتون نديروهم في اتاي، حبه حلاوه والنفع والزنجله نديروهم في الخبز، الحلبه ديرها في الطياب ديالك، رمي حفينه ديال الحلبه ديرها في الطياب ديالك، من بعد 21 يوم ما كتبقاش دير الريحه. هاد المسائل هادي وصفات، والوصفه الوصفه فيها لابوزولوجي، لابوزولوجي مهم جدا. اننا يعني انا ماشي ضد الوصفات، ولكن كلمه وصفه بالنسبه لي انا بحال طبيعي، بحال محضر في المنزل، بحال صحي، بحال كلمه تم يعني خرجت على النطاق ديالها. ما عندنا حلقه ان شاء الله على الاعشاب الغذائيه، سترون العجب العجاب في الاعشاب الغذائيه. كاين بزاف ديال الامور اللي تم السكوت عنها تماما وتم طمسها، في حين ان كاينين دي برانسيب اكتيف اللي كاينين في الاعشاب اللي هما جميلين بزاف، بشرط اننا نعرفوا كيفاش نستعملوها وبعلم، ماشي غير نجيونا ما غنضربوش في العديد من الامور الثقافيه اللي كانت عندنا واللي كتكدر واللي هي صحيحه. مي خصنا نعرفوا الصحيح من الغلط تحت مجهر العلوم، والعلوم الحقه. اقرا باسم ربك الذي خلق. فبالنسبه للسيده الكريمه الوزن عندها زايد، انت عندك كان السكر عندك طالع وبدا كيهبط لك، سي نورمال، غتمشي عند المختص ديالك ولا المختص ديالك هو اللي غادي يعطيك لا دوز جديده ديال لي زاديو لي زونتي ديابيتيك اورو. كيهضر على اديو، كيهضر على الاسم العلمي. باش سي فغي الا كان السكر كيهبط لك، وبحكم انك يعني نظامك الغذائي ما كنقولوش ريجيم، نقولوا النظام الغذائي، لان مرضى السكري خصهم ياخذوا النظام الغذائي المتوازن. مريض الضغط خصو ياخذ نظام غذائي متوازن. واحد بغى ينقص الوزن خصو النظام الغذائي المتوازن.
متوازن. المرضى خصهم ليكيليبغ اليمونتير. هضروش على لو ريجيم هيبوكالوريك هيبركالوريك لو ريجيم اتكنز لو ريجيم 400 حتى 500 ريجيم اللي ولا دابا في العالم ولا موضه حتى هو. مي الانسان مهما كان مرضه خصو ليكيليبغ اليمونتير. سي فري بعض الامور كنزولوها بعض الامور كنزيدوها كتولي هذا هو التخصص الدقيق ديال المختص في التغذيه. هذه مسألة. مي بالنسبة لسيدتي الكريمة الوزن عندك زايد، دونك انتيا لوبجيكتيف اللي غديري دابا غتمشي عند المختصة ديالك باش تشوف لك مع الدواء سيرتو إلا كان كيهبط لك السكر كتجيك ليبوغليسيمي، وتبداي ديري استراتيجية ديال التعامل مع الوزن. مي كنبغيو نقصوا الوزن ما كنفيزيوش الوزن، كنفيزيو الصحة. مي كتفيزي الصحة سي نورمال، جسمك يوصل الوزن اللي هو كيرتاح فيه. الحركة الصيام بيسير بالتوافق مع المختص، غالبا مرضى السكري النوع الثاني كيصوموا. الصيام الحركه نظامك الغذائي والجانب النفسي، هذا نهار توصلني الوزن ديالك عادي يوصل الوزن ديالك اللي انت جسمك يرتاح فيه 63 64 70 كاع، هنا غتلقاي راسك واحد الراحه اللي هي زوينه بزاف. مي دابا انت طونك ان السكر كيهبط لك يعني نظامك الغذائي راه كيغادا مزيان، ما بقيتيش كتاخذي شي حاجه اللي كتطلع لك السكر. مي هادشي دائما في توافق مع المختص. وحنا راه عندنا حلقه الحمد لله درناها برنامج الصحه والسلامه مؤخرا على 6 انواع ديال مرض السكري بما فيهم النوع الثاني اللي عند السيده اللي سميتو لو ديابيت نو انسولينو ديبوند. مرحبا. نعم، ناخذ معنا مكالمه اخرى اللي سمحتي لي استاذي. معنا لاله مريم من الرباط. مرحبا بك لاله مريم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صافا لاباس بخير. الله يطول عمرك لاله، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يخليك. بغيت نستشر مع الدكتور لاله، جزاك الله خير. مرحبا. الو وي سيدي صافا لاباس، شكرا على هاد لي كونسي اللي كتعطينا، الله يجازيك بخير. ربي يخليك. الله يخليك. غير بغيت نسولك، المهم انا دزت من كان عندي ديبرسيون وهذا، المهم كانت ظروف وهذا وخرجت لي الطبيبه ديالي انونتي ديبرسور، ولكن الحمد لله كيجوني. نعم، انونتي ديبرسور ابتي دوز او لا دوز طالعه؟ لا 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 ابتي دوز، حيت كانوا كيجوني دي كريز دو بانيك. الحمد لله دابا جو فيان، ولكن من مورا ما مات الباب الله يرحمه غير ديغنيغمون حسات بيا، امين يا ربي حسات بيا شويه هذا، رجعت لي ولكن ماشي بزاف، زعما جو مي سون بيان الحمد لله، ما بقاوش كيجوني دوك لي كريز دو بانيك ايتو. نسولك شنو اسمك؟ قلتي لي مريم ياك؟ مريم. اه سيدي، احنا بالنسبه لنا مريم هي نهار غادي تولي طابل وتولي مزيان وتمشي عند المختصه ديالك وتقول لك راه ما بقيتيش محتاجه في الدواء وتعيشي حياتك نورمال. بالنسبه لنا احنا هذه هي مريم. اي لا انا ما عنديش مشكل، فانا غير بغيت نقول لك باش اللي علاش عيطت لك دابا، انا غير نعطيك الحاله ديالي وعاد نقول لك شنو. الحاله ديالي انني لافيتي ما عنديش، انا جاني غري دابا، عندي في الوزن ديالي 56 وفي الطول ديالي عندي متر و64. انا نقول لك علاش ما عندكش لابيتي، زيد تفضل. وي يعني هذا انا دابا انا الماكله ديالي الحمد لله مزيان، كيف قلتي لي ما هضرتش على القلي وداك الشيء، الحمد لله انا ما كنقليش بزاف، كلشي كنديرو في الفران وهذا غدا مزيان. ولكن بغيت نرجع غير الوزن ديالي من مورا لا غروسيس وهذا ولا ليتمون، ضعفيت وعرفتي داك الشيء اللي طرا لي في الدبرسيون وهذا، وغير نرجع. خليتي انت مريم. واخا انا شوف سؤالي اختي مريم، سؤالي. نعم سيدي. نعم دابا انتيا واش كتاخذي شي اونتي ديبرسور؟ اه كناخذو، ولكن ما كيتحسش نخدم من قدامك غير البدايه ديال الصيغو راه كمل اكس، ما بغيتش نكمل، ما بغيتش نقول لك لا. واش كان كاملة. واش كاين شي نقاش مع المختصه ديالك انك غادي تولي انديبوندونت على هاد لو تريتمون؟ بيان سور، انا كنحيد غير واحد الفتره نحيدو، ما عنديش لا ماشي انت اللي لا ماشي انت اللي غتحيدي، غتحيدي انت والمخت لا حتى هي ماشي هي اللي غتحيدو. شوف ما غتحيديه لا انت لا هي، غتحيدوه بجوجكم في توافق. هذاك الشيء اللي كاين عارف متفقا بالضبط بالضبط. دونك هنايا انا غنشرح لك بالضبط الحاله ديالك. شحال قلتي لي وزن ديالك؟ نعم مريم. الو دونك جو بونس مشات اختي سكينه. دو توت فاسون شوف واحد المساله دابا اللي بزاف الناس يعني في العالم ماشي غير من بعد كورونا، ولا لما يجي المريض لقاو عنده واحد الخوف، هو ربما يكون عي واقف حداك فيه الخوف، شي خوف عنده ستريس عنده هادي. بعض المرات كنقولوا بلي عندك قولون عصبي خذ دي زونتي ديبرسور ابتي دوز،
عافاكم هذه المساله هذه نقولوا العصبي وهذه المساله هذه يجب اعاده النظر فيها عن طريق مؤتمرات في العالم ماشي غير فادي باش نعطي انا لي زونتي دي بريسور ابتي دوز وانا ما عندي حتى شي حاجه ونقول باللي راه عندي قولون علاش انا ده يقدر يكون في دارو مزيان مي كي هو لاطونسيون شي لاطونسيون لاطونسيون راه ما خصهاش تعبر مره وجوج مرات باش نكونفيرميو باللي راه هذا السيد ايبرطوندو راه خصها تعبر بزاف د المرات حيت راه الانسان غير كيوقف حداك كيطلع له لاطونسيون علاش لانه كتكون كيخاف من شي حاجه كيخاف من التحليله وانت كتقرا له التحليله هو كيقرا لك عينك شحال من واحد كتشوف العين ديالو داكشي علاش انا بالنسبه لي ملي كنشوف التحاليل ديال المريض بالزربه كنقول له راه الامور عندك مزيانه الا كانت عنده مزيانه علاش انا كنعرفو كيتسنى يعني انسان انسان وعنده عواطف وعنده مشاعر وكيخاف هذاك الخوف اللي هادي وملي كتقول له راه الامور ديالك مزيانه عاد كيتنفس الصعداء. بالنسبه لك اختي مريم خديتي دي زونتي ديبريسور شنو هما دي زونتي ديبريسور باش نشرح هذه المساله وعلاقتها بالابيتي وعلاقتها بالوزن راه عندك داكشي مربوط وهذا الشيء غديري و تيفوا مزيان مي كاين نقاش بينك وبين المختصه على انك تنقصي لا دوز ديال لونتي ديبريسور على اساس ان واحد النهار نوليو نعرفوا مريم بلا اونتي ديبريسور بالنسبه لي انا هذا هو الشخص الحقيقي اما الشخص بلي زونتي ديبريسور خاصنا نشوفوا المشكل علاش باقي كياخذ لي زونتي ديبريسور مي بالنسبه لي انا مريم سون اونتي ديبريسور هذه هي مريم الحقيقية وهذا الإنسان الحقيقي مش حامل من واحد كياخذ لي زونتي ديبريسور خصو يشتغل في التغذية ديالو يشتغل في الحياة ما كنقولكش حيدهم لا تحيدش لي زونتي ديبريسور كتحيدهم انت بوحدك ما يمكنش المختص ما يمكنش بتوافق بيناتكم علاش لان داكشي اللي غايقول لك المختص الا ما طبقتيش بحال الا ما درتي والو دونك خصها تكون واعي انت تكون واعي بداكشي اللي كيقول لك والمسؤولية ديالك والمسؤولية ديال المختص خصو كاينه مسؤولية مشتركة ثلاثة المسؤوليات ماشي انا يعطيني المختص انا نقول لا ما ناخذوش ماشي انا عاوتاني للامور عندي مثلا انا الحاله ديالي كتحسن ونبقى غادي انا بهذاك الدواء وكتولي مسؤوليه مشتركه هكا من بعد كيولي يصبح الانسان انسان حقيقي. المساله الاساسيه اللي بغيت نشرحها له لمريم هو لي زونتي ديبريسور شنو هما سون دي برودوي لي كيديروا الغوكابتور ديال السيروتونين عندهم اثار جانبيه قراها في النوتيس صافي انت باش تحط الدواء في العالم خصك تعطيني اللائحه ديال الاثار الجانبيه مكتوبه في النوتيس هذا القانون كيفرض عليك باش تاخذ لاي ميم خصك تعطيني لي زيفي سيكوندير اللي ما كايناش في المكملات لي زيفي سيكوندير كتلقى شي تقرا تلقى بارمير لا بيتي علاش لان السيروتونين هرمون عنده علاقه بالميلاتونين وسيسمي توكسي أغمالو والبيبتيد إيغريك إيغريك والليبتين والجريلين لا باش يبش ندوخ الناس كنعطي أسماء علمية باش اللي بغى يبحث هادوما غيتأثر لك النوم وغتأثر لك لابيتي وتقدر تأثر لك حتى الدورة الشهرية علاش لأن الهرمونات كيتكافلوا في بعضياتهم كما هدرنا قبيلتي على الأسعار حيت التعاون شيء والتكافل شيء التعاون قدر تعاونني ماديا التكافل نحس بيك نعاونك بشي حاجه ماشي ماديه المغاربه عندهم التكافل هو اللي خلى المغاربه الفوق هو التكافل الاجتماعي هو اللي خصنا نرجعوا نخدموا عليه الهرمونات هكا وفي الارض احنا يا بشر وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون التكافل اللي بيناتنا الهرمونات عندها تكافل اش كنقولوا احنا الانسولين الحاجه الحلاوه المحلل اللي كيطلع لك الانسولين كيقيس لك جميع الهرمونات علاش لان الانسولين عنده خوت هرمونات هرمون هذا وكيوقع مشكل هكا عاوتاني عندك الغوكابتور ديال السيروتونين كيوقع مشكل في السيروتونين والسيروتونين كيتصاوب من التريبتوفان والتريبتوفان حمض اميني اللي كيجي من التغذيه غيتاثر لك النوم علاش لانه عنده علاقه بالميلاتونين والفالونتونين وسيسميتوكسي اغمالو غيتاثر لك لابيتي ديالك هانتي دابا شويه بشويه الحاله ديالك كتحسن سرير الصحه ما تفكريش انك تزيدي الوزن هادشي اللي بغيت نشرح لك فكرش تزيدي الوزن فكري توصلي للصحة ديالك إلا فكرنا نوصلوا للصحة أنا عارفوا كيفاش ناكلوا وفوقاش ناكلوا وعلاش ناكلوا هذا علاش ناكلوا مهمة جدا دابا في الظرفية هذه أكبر وقت دابا اللي خصنا نعرفوا علاش ناكلوا علاش غناكل أنا بعد المرة أنا كناكلوا والو كناكلوا شي حاجة اللي هي نعرفوا كيفاش ناكلوا ونعرفوا كيفاش الحياة
والمبادئ الاساسيه ديال الحياه ديك الساعه كنكون فكره. والحمد لله غير لا فاصون باش هضرات مريم الحمد لله يعني النفسيه ديالها مزيانه وراه غادا في تحسن. وبالمناسبه راه قرب حلول فصل الربيع وهذا النهار هذا ما تفوتوهش. راه غادي نهار غيدخل فصل الربيع ان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه ما تفوتوش هذا النهار هذا. علاش؟ لان النهار عظيم في الطبيعه الايام كلها عظيمه مي تغيير الفصول راه في حد ذاته اونتي ديبريسور. عرفتوا يوم حلول فصل الربيع شيء جميل جدا خاصو هما الوريدات كيتحلوا انسان الوريده كتحل هكا عاودت النفسيه ديالنا خص يكون الانفراج ويكون بزاف ديال الامور هاد المسائل ان شاء الله فين من وصل الوقت ديالها ديال فصل الربيع ان شاء الله ندوزوا فصل الربيع كله في حقل الورود وحقل المعلومات لان حتى المعلومات راه حقل كبير بزاف الانسان خاصو يدخل له ويعرف كيفاش ينتقي المعلومات من هنا ومن هنا ومن هنا. والحمد لله المعلومه موجوده خصها ما تكونش لانفوبيزيتي. كنهضروا على لوبيزيتي دابا ولينا كنهضروا على لانفوبيزيتي. شنو هي لانفوبيزيتي؟ كثره المعلومات. ما انت يا في كثره المعلومات انت هذوك كثره المعلومات غيجيوك ولكن شنو خصك؟ خصك الغربال ماشي ديال النخاله ديال المعلومات. نتمنى ان شاء الله يكون برنامج الصحه والسلامه احد هاد يكون غربال ديال المعلومات والله يقدرنا ان شاء الله باذن الله. اللهم امين وشكرا جزيلا لك استاذي. شكرا اختي سكينه. اكيد انا ولقائنا متجدد باذن الله غدا. مشكور جزيل الشكر. كان معنا مشرف الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه.